لصوت كل واحد فينا. يعني ايه مساحة صوتية؟ يعني عدد الدرجات اللي انت تقدر تقولها بصوتك. عدد الدرجات ده اللي انت هتحصر نفسك فيه في الإيواء. يعني ايه؟ انا صوتي كويس في الدرجات التقيلة الغليظة، في درجات الباص، في القرارات. انا هعرف دلوقتي انا صوتي كويس فين. لو كويس في القرارات هقول القرارات، لو كويس في الجوابات هقول ايه؟ جوابات. هقول جوابات. هعرف صوتي بيبدا من انهي درجه وينتهي في انهي درجه، من انهي درجه بالظبط في القرار وينتهي في انهي درجه بالظبط في الجواب، علشان اقدر احدد انا هقول منين. لو بقول تلاوه طويله ما تعبش، لو بنشد ما تعبش، لو بغني ما تعبش، اقول اللي يناسبني. تمام. هقدر اغني اي اغنيه، هقدر انشد اي انشوده او اي ابتهال، هقدر اقرا لأي قارئ، ولكن بالطبقة اللي تناسبني. يعني مثلا الشيخ طه الفاشني بيقول يا أيها المختار، يا أيها المختار، عالية قوي عليا، أنا مش صوتي مش جايب الكلام ده، أعمل إيه؟ هقللها. هقول الدرجة اللي أنا بلعب فيها. يا أيها المختار. لاحظتوا إزاي الفرق؟ كنت مخنوق إزاي في الأولانية وإزاي مرتاح في التانية؟ تعالوا نعيد تاني. يا أيها المختار. يا أيها المختار. مش مظبوطة، أنا مش مرتاح. هقولها باللي يناسبنا. انا عارف ان صوتي كويس في الدرجات اللي انا هقول منها دي. يا ايها المختار. تمام. طيب هنعمل ايه بقى عشان نوصل للمرحله دي، ان انا اعرف انا صوتي كويس في ايه؟ هنعمل مجموعه التمارين اللي هنعملها دلوقتي. هي مش تمارين قد ما هي استكشاف لطبقه صوتك. الدرجات العالية.
اللي ساحب صوته ويعرف هو بادئ منين وهينتهي فين يطبق معانا التمارين دي. هيقلد صوت الدرجة اللي العود بيقولها. هنبدأ من درجة الصول. مين يعرف من درجة الصول؟ مين يعرف من الدرجة دي؟
الصغيرة، وما ينطبق على الأطفال بينطبق على النساء، تمام؟ فطبعاً أصوات النساء والأطفال بتبقى دايماً في منطقة القرارات بدءا من العالي. هنشوف مع بعض كده. شيخ أحمد قول لنا، قول منطقة القرارات. تمام الصوت. هنلاحظ إن القرار خافت وضعيف. لو أنا حاولت أقول الضربة دي أو دي مش هيعرف يجيبها. مش تقصير منه بس صوته ما يجيبهمش. أنا مش عارف أجيبهم، أنا أصلاً ما أعرفش أجيبهم. مش عندي، ربنا مش خليني بيهم. طيب نشوف كده. يا سلام. يا رب تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة عن الصوتيات وتمارين الصوت والفوكاليز، ونتمنى لو عجبكم فيديوهاتنا عمل سبسكرايب للقناة ومتابعة كل ما هو جديد. ولو في أي أسئلة أو استفسارات هكون تحت أمر حضراتكم على وسائل التواصل الظاهرة أمامكم على الشاشة إن شاء الله. وتحياتي إلى أن نلتقي، كان معكم أحمد شفيق.